جاءت زيارة وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أبو بكر الصديق شرومة إلى مقر الإدارة الوطنية للامتحانات والمسابقات برفقة عدد من فني الوزارة لأجل الوقوف على آخر الاستعدادات المتعلقة بتنظيم امتحانات الشهادة الفنية للدخول إلى مستوى التعليم الثانوي الفني وكذا شهادة التعليم الأساسي دورة 2018. قمنا بهذه الزيارة والوفد المرافق لنا للاطلاع على ما تم في خلال هذه الأيام في إدارة الامتحانات، وكما رأيتم وقفنا ورأينا أن هناك عمل قد أنجز خلال هذه الأسابيع. هناك فريق عمل جاهدا وسهر عدة ليالي. كما أضاف الوزير شرومة بأنه لاحظ العمل في مقر الإدارة الوطني للامتحانات والمسابقات يسير على قدم وساق وفق ما خطط له، وأن كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتنظيم الامتحانات في وقتها المحدد قد اتخذت. كل الفرق المتجهة نحو الأقاليم ذهبت إلى الأقاليم في 22 إقليم تقريبا، بقي فقط إقليم جمينة الذي ترونه الآن هو إقليم جمينة. لدينا ما يقارب 85,252 طالب يجلس للشهادة الإعدادية. توجه للمندوبين التربويين في الأقاليم بأن يعملوا من أجل أن تقام هذه الامتحانات في أحسن الظروف. زيارة تفقدية سمحت لوزير التربية الوطنية وترقية المواطنة والوفد المرافق له بتقديم الشكر إلى فريق العمل بالإدارة الوطنية للامتحانات والمسابقات على المجهود الذي بذله خلال هذا الشهر، وذلك سعيا منه بأن تجرى الامتحانات بالصورة المطلوبة لتحقيق الأهداف التربوية المرجوة التي تسعى إليها الحكومة وشركاء العملية التعليمية عبر الوزارة المعنية.